ديال اولا الماء لابد ان اؤكد مره اخرى بان هذا ورش اللي فيه توجيهات ملكيه ساميه، واللي الحكومه البرنامج طبقا للتوجيهات الملكيه الساميه عاود شافت البرنامج وشافت الغلاف المالي الموجه واللي اترفع غير ما مره، والهدف هو انه نواجه الطلب الكبير اليوم خاصه في ظل واحد السنتين ديال الجفاف. بالنسبه للجهه ديال الشرق، بالفعل في الاسبوع الماضي كان هناك بعض ان اكسيدون في لا كوندويت، وهذاك الاكسيدون الا تصلح او ما تصلحش كيكون عنده واحد التاثير على المخزون ديال الماء. فهذا المخزون ديال الماء في التدبير ديالو في المرحله كيتم واحد يعني واحد الانقطاعات معينه. فالان راه يتم اعاده تشكيل المخزون من جديد، واللي غادي يمكن من انه ان شاء الله ما تكونش الانقطاعات. ولابد ما ناكد بان هذا الموضوع هذا الحكومه له اهميه كبيره جدا، وكتعرفوا المشاريع كلها اللي كل اسبوع راه كاين مشروع ولا جوج اللي كيبانوا للوجود. كنا كنتكلموا على لوطوروت ديال سبو الابي رقراق اللي الاشغال متقدمه فيه ان شاء الله، وغادي نكون ان شاء الله خلال الصيف واجدين. لكن ايضا الاسبوع الماضي كان توقيع الاتفاق ما بين لو سي بي والحكومه في المحطتين ديال التحليه ديال الجديده واسفي. فهذا كله الهدف منه هو نقويو العرض المائي ديال بلادنا، وهاد منين نديرو هاد جوج ديال المحطات الان اللي تكلمت عليهم ديال اسفي وجديده، ونزيدو هاد لوطور الدولو من سبول البولكراك بشكل مباشر، تنستجدو لواحد الطلب ديال الماء في هاد الاحواض المائيه. ولكن في نفس الوقت المياه اللي موجوده في السدود على الرغم من انها ماشي في مستويات كبيره جدا، كلها كتمكننا اننا نوجهها للقطاع الفلاحي اللي غادي يساهم في وجود واحد الانتاج فلاحي، ونتحكموا مره اخرى في التضخم من الان، لانه الاتفاق اللي والتوجيهات اللي عطى جلاله الملك ديال 10 المليار، والاتفاق اللي توقع مع المهنيين الهدف ديالو هو انه جميع المدخلات كيفما كان نوعها يجب ان تخفض اسعارها باش ما يوقعوش بعض الارتباكات اللي يمكن انها تسجل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.